السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جيت ندير معكم رزيزة القاضي اللي هي سهلة وفي المتناول، ممكن نديروها غير بالموس أو بالجرارة، وممكن لو بغينا نسهلوا الأمور نديروها بالماكينة. وإن شاء الله اليوم أنا غادي نديرها بالماكينة وغادي نعطيكم المقادير. أنا عندي هنا تقريبا ربعة ديال الدقيق حرش فينو، أنا غادي نعجنها في العجانة، زلافة ديال الدقيق فينو، وعندي هنا زلافة ديال الفرص الأولى رابعة، وهنا الثانية تقريبا نص كيلو ديال فورس، ورابعة ديال الفينو. عندي هنايا ملعقة ديال عشق صغيرة ديال السكر حبيبات، وهنا عندنا القياس ديال الملحة، القياس ديالنا ديال الملح. غادي نخلطوا هاد المكونات، غادي نخلطوا المكونات مع بعضهم. ومن بعد غادي نديروا الماء اللي هو يكون لينا بارد، والعجينه ما تكونش مطلوقه، يعني العجينه خاصها تكون قاصحه باش تدوز لينا في الماكينه. بسم الله، انا غادي ندير هذا القياس ونحط التعجن ونعقب معكم ان شاء الله. هذه هي العجينه ديالنا، كيف كتشوفوا كتكون قاصحه. دابا غادي نقطعوها ونحطوها تترخف لينا. هنا بعد ما عجناها كيف كتشوفوا هي قاصحه وناشفه، دابا غادي نقطعوها على حسب الرزيزه اللي بغيناها كبيره او صغيره. بسم الله، شوف كل واحد يقطع القياس اللي هو بغى. انا غنديرها هنايا على نقطعها، نشوف شحال من جزء غادي يجي ليا فيها. كيف كتشوفوا العجينه راها ناشفه، نحاول نقادو. عطاوني هنا واحد خمسة رزيزات، غادي ناخذ هنا شوية الدقيق وندوزهم فيه، والدقيق ديما غنبقاو نخدمو بيه باش إلا كانت شوية مطلوقة تنشف لينا. ناخذ واحد البلاطو بحال هكا أو صينية ونحطوهم ونغطيوهم بالسلوفان حتى يطلقو شوية، ومن بعد نكملوا الخدمة ديالنا إن شاء الله. أنا غادي نكمل هذا ونعقب معاكم. نغطيهم بالسلوفان بعد ما كملتهم كيف قلت لكم، ونخليهم يترخصوا إن شاء الله، ونعقبوا نكملوا الخدمة ديالنا. دابا غادي نجبدو الماكينة ونكملو إن شاء الله. هنا بعد ما ترخفو لينا شوية غادي ناخد وحدة ونفرشو ليهم الدقيق مزيان باش ما يلصقوش لينا، وتكون العجينة ناشفة باش تدوز لينا في الماكينة كيف قلت لكم. ودابا غنحاول نسرحها شوية بالمدلك. نفتحوها باش تدخل لينا في النمره جوج. هذيك الساعه غادي ناخذ كل واحد ياخذ القياس ديال الغلط ديال هاد الرزيزه.
دابا غادي ندوزوها في الماكينة. انا هنا غادي ندير نمره جوج، بسم الله، ونبدا ندوز فيها شويه بشويه. من بعد نزيدوها ثاني شويه دقيق بحال المشنيخه، هذه عجينتها تقريبا بحال المشنيخه، وغادي نزيدو نديرو نمره اخرى، نديرو هنايا تقريبا الخمسة. انا ندرت الخمسة اذا كانت تبان لكم، وغادي نعاود ندوزها باش ترقاق. نثبتو الماكينه مزيان وتجينا الخدمه ساهله ان شاء الله. نحاولو نجبدوها باش ما تمشيش لينا للجن. ومن بعد غادي ندوزوها في هاد السنينات اللي هما رقاق، حيت كاينين وحدين هنايا رقاق وهنا وحدين غلاط ديال السباكيتي. ونبداو بسم الله، وغاديين بشويه تابعينها. كتشوفوا دابا هي محلوله، دابا غادي ناخذ الزبده والزيت اللي انا صوبت ونديرهم فيه. انا الزبده ذوبتها وزدت عليها الزيت، الزيت العاديه. غادي نفرغها هنا في هاد الطاجين ونحاول ندهنو مزيان باش يبقاو محلولين. ملي غنبداو نطيبو فيها ما غاديش ندهنوها لانها غتكون شبعانه زيت وزبده. انا دي الطريقه ديالي، نتمنى تعجبكم ولا عندكم شي ملاحظه تقولوها لينا. وهنا غادي نحطها في شي تبصير ولا شي بلاطو اخرى ونخليها حتى ترخف ان شاء الله. غنزيد معكم وحده ان شاء الله تشوفوا معايا. انا كندير معكم دابا هذه الثانيه. حاولوا نديروا الدقيق باش ما تلصقش لينا وباش تجي محلوله. هنايا كندوزو في الثانيه كيف قلت لكم، انا كنعطيكم كاع اللي كنديرها واللي كتنجح ليا راه كنوريها لكم، نتمنى تعجبكم. ودابا ان شاء الله غندوزوها بالزبده كيف درنا الاولى. كاين الجو بارد، الزبده كتبان ليا نغطسوها مزيان في الزبدة والزيت. حاولوا كاع ندخلو مزيان نشرب لينا باش تجي محلولة. انا غادي نكمل، انا غنكمل هاد الرزيزات اللي باقي ليا ونعقب معاكم ملي نبغيو نطيبو ان شاء الله.
هنا بعد ما ترخفوا لينا خليتهم تقريبا واحد الساعه حتى طلقوا بحال الملوي. دابا غادي نقرصهم ونبداو نطيبوا فيهم. نبداو بالاول بسم الله، ما نحتاجو كاع ندهنوهم. انا غادي نقرصهم في هاد الطاجين الصغير وما نحتاجوش نديروا لهم لا زيت لا والو حيت شبعانين زبده وزيت. وانا حطيت المقله ديالي هنايا سخونه، هما محلولين قبل ما بسم الله. انا وجدت المقله وسخنتها على عافيه مهيله وغادي نحضرهم حتى يطيبوا ان شاء الله. كل واحد يدير الرق اللي بغى. نخليو الطيب تتبان لينا من هنايا بدات تصفر ونقلبوها على الوجه الاخر. بعد ما حمرت لينا شويه من نقلبوها دابا على الظهر ديالها. نقصوا العافيه كيف قلت لكم، نقصوا النار، نخليو النار مهيله ونطيبوا الرزيزات ديالنا. نتمنى يعجبوكم. هنا بعد ما تحمرت لينا من الوجوه بجوج، شو كي دايره كيف جاتكم ذهبيه. انا خليتها غليظه شويه باش ما شوفوا خسخونه بزاف. دابا غادي نرمي الاخرى. انا غادي ندير هاد الثانيه حتى هي يا بسم الله. انا غادي نكمل ونوريكم النتيجه ان شاء الله. هذه الثانية كيف كتشوفوا محمرة بسم الله، كلها محلولة. أنا غادي نوريهم لك في الأخر، نوريهم لكم إن شاء الله في الأخر، ولكن تشوفوا دابا نيت. أنا غادي نكمل دابا هنا الخدمة ديالي، نكمل هاد الرزيزات ونعقبوا إن شاء الله نوري لكم النتيجة النهائية ديال هادشي. هذه الرزيزه ديالنا بعد ما كملتها، نتمنى تعجبكم. كيف كتشوفوها هي محلوله، كلها محلوله وشبعانه زبده وزيت، يعني ما تحتاجش الدهن وغير شويه العسل، وتاكلوها بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم وديروا لنا لايك واشتراك وتبعوا غير المقادير اللي عطيتكم، راه غتصدق لكم ان شاء الله، والله يعاونكم وتبقاو على خير.